إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا البيت المبارك وفي هذا اليوم المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة جميعا غدا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ارتفعت في هذه الأيام القليلة الماضية أصوات كثيرة من الناس تصرخ من هذا الحر الشديد، وتستغيث وتستجير من هذه الرطوبة العالية، فلجأ بعض الناس هروبا من هذه المشكلة للبحار والأنهار، ولجأ البعض الآخر للمصائف والجبال، ولجأ بعضهم إلى أن تركوا وأخروا أعمالهم تحت حر الشمس وجلسوا في المكيفات والمراوح حتى يهربوا جميعا من هذه المشكلة وينتظروا هذه الموجة أن تمضي على خير. يا الله، حر في الدنيا فعل بنا هكذا، حر يوم طويل تقترب فيه الشمس من رؤوس العباد مقدار ميل، كيف سيكون حالي وحالك في ذلك اليوم؟ حر دنيا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها جزء من 70 جزء من نار يوم القيامة، وأخبر عليه الصلاة والسلام كذلك أن نار الآخرة فضلت على نار الدنيا 69 مرة. لذلك أحبتي في الله، في ظل هذه الغفلة التي يعيشها أغلب الأمة إلا من رحم الله عن حقيقة الخوف من النار، يعيش هذه الغفلة الطائع والعاصي، الصالح والطالح، المؤمن والكافر، إلا من رحم الله، أغلب الناس نسيت وغفلت عن تلك النار. لذلك أحبتي في الله، كان لابد لنا أن نقف وإياكم وقفة مهمة مع حضراتكم بعنوان إنها لظى. إنها لظى، لماذا نتذكر أحبتي في الله في مثل هذه الأيام النار؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم في الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار، اشتكت النار فقالت: أكل بعضي بعضا.
أكل بعضي بعضا، فأذن الله تعالى لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. فقال عليه الصلاة والسلام: فما تجدون من برد، يعني في الشتاء، فهذا من نفس جهنم، وما تجدون من حر وحرور، يعني في الصيف، فهذا من نفس جهنم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن شدة الحر من فيح جهنم. لذلك أحبتي في الله، في مثل هذه الأيام كان لزوما علينا أن نتذكر تلك النار. ما النار؟ كيف شكلها؟ ما صفاتها؟ ماذا يوجد فيها؟ يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن ذلك الموقف العظيم الذي يجعل الولدان شيبة. كيف تأتي النار؟ يخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يؤتى يوم القيامة بجهنم. اسمع أخي الحبيب بقلبك قبل أن تسمعني بأذنك، فعسى الله تعالى أن يجعل هذا الكلام سببا لأن نرتدع جميعا عن المعاصي وأن نسارع للقربات والطاعات. يقول عليه الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70، مش 100، 70,000 زمام، 70,000 زمام، يعني 70,000 زاوية، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يؤتى يوم القيامة بجهنم، عندما تأتي النار وتأتي جهنم وترى أرض المحشر وترى العصاة وترى الذين كفروا وترى الذين جاهروا وترى الذين تجرأوا على ربهم وعصوا، قال الله: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. تغتاظ وتزفر وتشهق عندما ترى العصاة. بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم أن لها أبواب ذكرها ربنا جل جلاله في القرآن الكريم، فقال: لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. المنافقون في دركة، والكفار في دركة، وأولئك في دركة، كل منهم في دركة. فالنار دركات والجنة درجات. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم في درجات الجنان. ما عمقها؟ يخبر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فيقول: كنا جلوسا مع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجله صوت شديد. قال الصحابة: يا رسول الله، ما هذا الصوت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أو سمعتم؟ ظن عليه الصلاة والسلام أنه هو فقط الذي سمع. قال: أو سمعتم؟ قالوا: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: اسمع أخي الحبيب، قال: هذا حجر، وفي رواية: هذه صخرة ألقيت من سماء جهنم أو من شفير جهنم 70 عاما، 70 عاما، اليوم وصلت إلى قعرها. 70 عاما، لو ألقي ولد من شفير جهنم يصل إلى قعر جهنم وعمره 70 عاما. ولتملأن، يقول الله جل جلاله وهو يصف النار: هل من مزيد؟ تقول يوم القيامة النار: هل من مزيد؟ ماذا يكون لونها؟ ما لون لهيبها وشرارها؟ يخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه الترمذي بسند صحيح، يقول: أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، 1000 سنة حتى احمرت، وأوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، وأوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة لا يضيء لهيبها. هي سوداء مظلمة لا يضيء لهيبها. بعدما تجهزت النار وجهزت نفسها وشهقت وزفرت لتستقبل العصاة، الآن يبدأ الملك جل جلاله يأمر بمن طغى عنده ميزان السيئات بأن يؤخذ إلى النار. كيف يؤخذون إلى النار؟ قال ربنا جل جلاله في سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. مجموعات، كل مجموعة مع بعضها، يلعنون بعضهم بعضا ويسبون بعضهم بعضا.
كيف يكون حالهم؟ بين ربنا جل جلاله أنهم يكونون مكبلون في السلاسل. وترى المجرمين يومئذ مقرنين. الأيادي ملفوفة إلى الأعناق بالسلاسل من حديد من نار، مقرنين في الأصفاد. كيف يسحبون؟ قال الله جل جلاله: يوم يسحبون في النار على وجوههم على وجوههم ذوقوا مس سقر، ذوقوا مس سقر. عندما تبدأ الملائكة تلقيهم في النار، إذا ألقوا فيها سمعوا لها تغيظا، سمعوا لها تغيظا وزفيرا، تستقبل من جاهر ربه جل جلاله بالمعصية وتعذبه. كيف عذابها؟ كيف لهيبها؟ تحرق الجلود، حتى أن النار من قوتها تحرق القلوب. والله قال جل جلاله: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا، ربنا يقول كلا: لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. من شدة قوتها تصل النار إلى الأفئدة، إلى القلوب. التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة، أغلقت الأبواب في عمد ممددة. كيف يكون حال جلودهم؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كيف تكون صفة جلودهم؟ يروي الإمام مسلم في صحيحه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرس الكافر، ضرس الكافر في النار كجبل أحد، ضرس الكافر في النار كجبل أحد، وجلده مسيرة ثلاث، جلده مسيرة ثلاث. كم طول جلده؟ كل هذا الجلد يحرق يوم القيامة. نسأل الله تعالى السلامة. كيف طعامهم؟ ماذا يأكلون؟ ماذا يأكل أهل النار؟ قال الله جل جلاله: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. ما المهل؟ قال العلماء، قال ابن عباس رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وعن أبيه: المهل هو زيت صار أسودا من شدة الغليان. ربنا جل جلاله وصف شجرة الزقوم قال عنها: تنبت في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. ما رؤوس الشياطين؟ وهل رأينا نحن رؤوس الشياطين؟ خوفنا الله جل جلاله بشيء نخافه في فطرتنا بغير أن نراه، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. يخبر عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي بسند صحيح أن نقطة، أن قطرة من الزقوم لو نزلت إلى الدنيا لأفسدت على الناس معيشتهم، فكيف بمن كان طعامه الزقوم؟ قطرة من الزقوم لو نزلت لأهل الدنيا لأفسدت عليهم معيشتهم، فكيف بمن يكون طعامه الزقوم؟ هذا الزقوم، هل سمعت عن الضريع؟ الضريع هو من طعام جهنم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. ليس لهم، ليس لهم طعام إلا من ضريع، إلا من ضريع. ما صفته؟ لا يسمن ولا يغني من جوع. أخبر المفسرون أن الضريع هو أشد أنواع الشوك الذي ينبت في صحراء الجزيرة. تخيل معي أن أحدا يأكل شوكا، ولكن ليس كشوك الدنيا، بل هو شوك الآخرة. هذا الزقوم وهذا الضريع. هل سمعت عن الغسلين؟ يقول ربنا جل جلاله: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه،
ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. ما الغسلين؟ ما الغسلين أحبتي في الله؟ اسمع، ما الغسلين؟ الغسلين هو عصارة، هو عصارة من قيح ودم وصديد أهل النار، هذا هو طعامهم، هو عصارة من قيح وصديد ودم لأهل النار. بعدما يأكلون هذا الطعام يريدون أن يشربون، يريد أن يشربوا، فيستغيثوا فيغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. يخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا الماء من شدة غليانه إذا اقترب من وجه الكافر سقط لحم وجهه مشويا من شدة حرارته. وسقوا ماء حميما حميما فقطع أمعاءهم، ماء حميما فقطع أمعاءهم. يا من أكلت الحرام، يا من شربت الحرام، يا من لم تتق الله تعالى بطعامك ولا بشرابك ولا بكلامك ولا بأفعالك، هذه هي النار. ما ثياب أهل النار؟ يبين ربنا جل جلاله، طعامهم نار، شرابهم نار، فراشهم نار، وسائدهم نار، غطاؤهم نار، ثيابهم نار. قال جل جلاله: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم ثيابهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ما القطران أحبتي في الله؟ القطران هو النحاس المذوب، هو النحاس المذوب، يصنع لهم على شكل ثياب فيلبسونها فتحترق جلودهم، قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر بها ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. هذا حال طعامهم وشرابهم وثيابهم. معاشر الشباب، معاشر الرجال، معاشر البنات، معاشر النساء، اتقوا الله عز وجل في لباسكم، اتق الله عز وجل في لباسك، فهذا يوم عسير، وهذه النار تزأر وتشهق وتزفر كل من عصى الله جل جلاله بقول أو فعل أو طعام أو شراب أو ثيام. يا ليت الأمة، يا ليت نساء الأمة تسمع هذا الكلام، يا ليتهم يخافون أن كل قطعة لحم وجلد تظهر من جسدها وتظهر من بدنها ستحرق في هذه النار يوم القيامة. أحبتي في الله، بعدما يصرخ أهل النار ويستغيثون ويأكلون ويشربون ويحترقون، تبدأ الآن الاستغاثات. يريد أن يستغيثوا فيبدأون بالملك جل جلاله، فيبدأون بالملك جل جلاله ويقولون: ربنا أخرجنا، أخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل. فتأتيهم الإجابة من الله، قال: اخسأوا فيها، اخسأوا فيها ولا تكلمون. ويكون هذا آخر عهدهم بربهم جل جلاله، لا يكلمهم بعدها، لا ينظرون إليه يوم القيامة. أشد عذاب في النار أن أهل النار يحرمون من رؤية ربهم. ألا، كلا، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يقول لهم جل جلاله: اخسأوا فيها ولا تكلمون. ثم بعدما يشتد العذاب يستغيثون بخزنة جهنم، قالوا لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا شيئا من العذاب. لم يستجيب لهم، ثم طلبوا من مالك سيد الخزنة، مالك خازن النار، وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، لا نريد أن نعيش، لا نريد أن نتذوق طعم العيش، نريد الفناء، لا نريد البقاء، ليقضي علينا ربك. فجاءتهم الإجابة من الله بعد مئات السنين، قال: إنكم ماكثون. يدعى يوم القيامة كما في الحديث الصحيح بالموت على شكل كبش أملح، فيقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟
فتشرئب الرقاب والأعناق فيقولون نعم هذا الموت. ثم يقال لأهل النار يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت. ثم يؤمر به فيذبح ثم يؤمر به فيذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. يستغيث آخر شيء يستغيث به أهل النار ممن تذكروهم في الدنيا من أهل الإيمان، لأن الكثير من أهل المعاصي ومن أهل الكفر يستهزئ بأهل الإيمان، يستهزئون بهم، يسخرون منهم ومن دينهم ومن التزامهم ومن تمسكهم بشرع ربهم، يتذكرونهم فينادوهم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، مالك لم يجبنا، خزنة النار لم يجيبونا، ربنا لم يجبنا، أنتم أعطونا، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فقال أهل الجنة إن الله حرمهما على الكافرين، إن الله حرمهما على الكافرين. لماذا؟ ماذا فعلوا؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. يا ربي لا تجعل الدنيا أكبر همنا، لا تغررنا بالحياة الدنيا. يا ربنا علق قلوبنا بالآخرة، علق قلوبنا بالجنان، اجعلنا ممن اشتاق للجنة وممن خاف من النار وفعل لذلك الأفعال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي في الله، ما قلنا هذا الكلام ولا خطبنا هذه الخطبة لنقنت الناس من رحمة الله، بل إن الله جل جلاله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. إلى كل أخ سمع هذا الكلام أو سيسمعه أو ستسمعه في يوم من الأيام، هذه الخطبة وهذا الكلام والله فقط ليحرك عندنا القلب قليلا ويخوفنا من النار، لأن فطرة الإنسان مجبولة على الخوف مما يؤذيها. ولكن أحبتي في الله، مكتوب عند الله جل جلاله إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. فأول فعل تقوم به بعد هذه الخطبة هو التوبة النصوحة إلى الله جل جلاله. سارع بالتوبة، أي ذنب كنت تفعله مهما صغر لا تحقرنه ولا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من تعصي. لا تقول يا شيخ هذه صغيرة، هي ليست كبيرة، هي بلوة عامة ابتلينا بها جميعا. لا، أي معصية وإن كانت صغيرة لا تنظر لها، ولكن انظر إلى عظمة من تعصي، فهذا هو الملك، فهذا هو الرحمن الرحيم المنعم المتفضل عليك بالنعم من رأسك إلى أخمص قدميك ومن صباحك إلى مسائك، انظر إلى من تعصي. ثانيا، حتى تنجو من النار عليك أولا وأعظم عمل هو توحيد الله جل جلاله. والله مهما جئت يوم القيامة بذنوب ومعاصي وكنت موحدا، أقسم لك بالله بنص الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، إن حققت حقيقة التوحيد وحقيقة العبودية لله وتخلصت من كل أنواع الشرك فأنت بإذن الله تعالى من أهل الجنان. من يأتي يوم القيامة لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن جاء وأتى يوم القيامة يشرك بالله شيئا دخل النار. كذلك من أعظم الوسائل التي تنجيك من النار الصيام. قال عليه الصلاة والسلام: من صام لله تعالى يوما بعد الله تعالى وجهه عن النار 70 خريفا، من صام في سبيل الله يوما بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. إلى كل من أخر 6 أيام، بقي عندك أيام قليلة صمها حتى تنال وتأخذ أجر صيام سنة كاملة.
كذلك البكاء من خشية الله، عودوا أنفسكم على البكاء. فقال عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. اللهم ارزقني وإخواني وأخواتي أعينا هطالة من خشيتك، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. كذلك أحبتي في الله، من أعظم الوسائل التي تنجيك من النار هي أن تحرك أقدامك في سبيل الله، هي أن تغبر قدميك في سبيل الله. ما معنى في سبيل الله؟ لتعلو كلمة الله، لتنشر الدين، لتبلغ الدين. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. كم اغبررنا وكم عرقنا وكم تعبنا وكم اغبرت أجسادنا وكم اغبرت ثيابنا من أجل دنيا، نرجع في آخر النهار إلى البيوت نغتسل من شدة التعب والوسخ الذي أصابنا من الدنيا. متى تغبر قدماك ومتى تغبر ثيابك في سبيل الله جل جلاله؟ إنوي من الآن أن تكون متحركا في سبيل الله، داعيا إلى الله، طارقا أبواب الناس، متكلما مع الناس، لكي تنجو من حر النار يوم القيامة. وفي المناسبة نطلب من جميع إخواننا أن يدعو لنا بإذن الله تعالى. ستنطلق جماعة من المسجد الأربعاء القادم بإذن الله تعالى لشهرين وأربعة أشهر خائجة في سبيل الله تعالى، فنلقاكم بإذن الله تعالى على خير. وادعو الله جميعا أن يوفقنا وأن يستخدمنا جميعا لذلك. أخيرا أحبتي في الله، نسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. استمع لهذا الكلام واحفظه وطبقه وانشره بين الناس، فالناس جميعهم يعيشون في غفلة من النار، يعيشون في بعد عن النار. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم إن طلبنا للجنة ضعيف، اللهم إن طلبنا من الجنة ضعيف، اللهم إن طلبنا للجنة ضعيف، وخوفنا من النار ضعيف، وخوفنا من النار ضعيف، وخوفنا من النار ضعيف. اللهم حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم وفق الخارجين في سبيلك لتبليغ دينك في مشارق الأرض ومغاربها، واكتب لنا جميعا أن نكون من المتحركين في سبيلك يا ذا الجلال والإكرام. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.